هسه احنا حاليا بمريدي شارع الغرف. طبعا هذا كله غرف جديدة مستخدمة، شو تريدون موجود، صاج عادي حسب فلوسك وكل من وسعره. مشاهدة ممتعة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وراح اخلي لكم الارقام بالوصف والاسعار. تعالوا شوفوا الاسعار وياي. هاي الغرفة ب3 ملايين، هاي الغرفة داخل صاج الوجه 5 ملم، هاي بعدها ما مصبوغة، بعدها ما مصبوغة بس شغلها درجة اولى. اي رجلين كعب الغزال، شوف جوه. هاي الغرفة يسموها مسرح، شوف هاي. المسرح صورها هاي هنا، هاي الغرفة مسرح، هاي الشرباية، هاي الشرباية مالتها، هاي هذا بصف الميز، والبصف هذا الميز مال الجزامة، هذا الميز مال لحدة، هذا الميز مال مرايه. ها زين، هذا ها هاي الميز، هذا مال الزاوية كنتورية، مرتفع الكنتور نفس الشيء. شو الميز هذا؟ هاي الزاوية مالتها بس هاي ضخمة كلش، يعني ضخمة. حصاجة وحدة، دينجا وحدة، ظهر شرشوبة حلو. هاي شنو هاي؟ هاي واحد مال غرفة غير، هسه نصور غرفة ثانية غير. مستفاد كله فلاك. هاي شلون سعر؟ هاي ب2.5 مليون، هاي مليونين ونص. يعني بسبحتي دنجة 10 سنتين 300 400، كنتورة ب6 سندرة يصير عرضة يعني 63 ارباع مترتين و65 من الوسط. الغرفة هذه مسرح، هذا الكنتور صفى زاوية كنتورية همينة، شوف الزاوية صورها. وهاي هنا الشرباية مالتها، هاي الشرباية بصف الميز، هذا الميز، وهاي الجزامة مالتها، هذا الناصة مال الشرباية. حلو، هذا ناصة الشرباية، ناصة حلو قدام الشرباية. هاي هنا يصير مخزن، يصير كاسة مخزن. هذه المراية بصفه، وهذا اللون حسب اللي يريده الزبون، حسب اللي يريده الزبون، حسب اللي يريده الزبون. وطبعا شغلهم ما شاء الله، يعني شغلهم فشي درجة أولى. هاي هم جزامة، وهذا هذا الميز مال المراية، الميز مال المراية هذا. انقطع اسوي لك مقطع لاخر، على غير غرفة. هاي الزاوية عادي صورها هيج وحدها؟ اي عادي عادي. هذا الكنتور مالتها بصف الميز وبصف الشرباية. هاي شلون سعرها حبي؟ صديقة هاي ب2، هاي ب1 مليون، هذه تجي 6 بيبان. هاي غرفة ام الستة، ام الستة داخل خارج صاج، ظهر شرشوبة، الوجه 5 ملم، الفرش 18 ملم، كلها زان، الدنقة زان 10 سنتيم. هذا الكنتور، هذه هذا الميز مال المرايه، هذا الميز مال المرايه، شوفوا ايش قد حلو. ميز مرايه صار قطعتين، قطعتين هذا تعرف ببيوتنا صغار مو كبيره، قطعتين حتى يتفصل ينشال. حلو، هاي الشربايه، وهاي الشربايه مال مثل ما صورت البقيه. حلو، هاي الشربايه مسرح، وزاويتها همينه بارتفاع الكنتور وكنتوريه، هذه مالتها بارتفاع الكنتور تجي. بس الحلو عندهم شغلهم هنا نفس الشيء، نفس الحكي هذا كله. هاي هنا هاي المصبوغه، هذيك ما مصبوغات كانت، دني المصبوغات مالت. بس انت هذا الصبغ يعني ما ملزم به، يعني تقدر اي لون تصبغه. شوف هاي اي الميز مال المراية، هذا الزاوية، هاي هنا الزاوية مالتها، وهذا الكنتور، هذا الكنتور هيك من ينصب يطلع هيك شكله. هذا المحل طبعا هو مال عباس البيضاني، اللي يحب يجي بمريدي عباس البيضاني، وهم راح اعوف رقمه لكم بالوصف. عندنا هاي غرفة تركية، هذا الكنتور، هاي من هنا، هاي ب750، هاي هنا مالتها ميز تواليت،
هاي هنا غير واحدة همين عندنا هسه صور لكم الكنتور مالتها يعني المحب ضيق. هذا عنده بس غرف تركية مستخدمة واسعارهن مناسبة يعني ما عنده اسعار غالية 750 اكثر بشوية اقل. عندنا هسه هذا الكنتور والزاوية مالتها هاي الطابورية هاي هنا الزاوية وهذا كنتور سلايت طبعا المحل كلش ضيق قوة جاي يمشي بي. هاي احنا هم كنتور سلايت هذا هاي الزاوية هاي الطابورية هذا الكنتور الأول واحد هاي هنا على 600,000 الغرفة هنا غرف ما نوم هاي الزاوية هذا هنا ميز مال شرباية من يسكر باية هاي هنا السوالية مال هاي الغرفة قلت لكم عليها هاي هنا الزاوية مالتها هاي هنا مالت شرباية مالتها عندنا هاي غير نوم أهمية للسكنية هسه احنا وصلنا يم محل امير هذا الكنتورة بالستة طبعا هو هذا كامل غرفة نوم كاملة هاي شو سعرها حبيبة اموري هاي 1,300 هاي هم ام الستة هاي بدون ملحق هاي بدون ملحق هاي بواحد ومية وعندها هاي همين ام الخمسة هاي ام الخمسة ب900,000 هاي ب950 لان موديل يختلف وبيها شغل بالنص 950,000 وهذا اللي بصفه نفس السعر 950 وهاي هم عندنا هاي شلون سعرها 850 هاي الزاوية مالتها وهاي هنا تجل بس بعد التاج ما خلصان ميز توالية هذا الميز مال الشرباية وهاي هنا هم عنده موديلات هذا هنا ميز توالية وهاي هنا الزاوية وهاي الشرباية وهاي عنده هنا خلصانات هاي شرباية أول وحدة وهاي ميز توالية هذا الشغل مالته يقول صاج هذا كنتور همين هذا شلون سعره الكنتور باحد ومين هاي أم الستة ياهو هذا
وهاي عالية الصير هم بباحدة ومية. احنا وصلنا يم محضر غام، هذا عندهم الستة، هاي كنتورة بالستة، وهذا ميز تواليت مالتها الجرباية العفو، وهذا ميز تواليت، وهاي الزاوية. هاي شلون سعرها حبيبي؟ فدوى عمرك هاي ب900,000 ام الستة. ام الخمسة شلون سعرها؟ ام الخمسة 800. هاي ام الخمسة 800,000، وهاي اللي بصفها همين ام الخمسة. هذا الكنتور، هاي الزاوية مالتها. صورها منك احسن لك شرباية. وهاي شرباية مالت هاي يم محل برقان. هاي هنا عندنا شغل عراقي، هاي الكنتور مالته والزاوية، هاي الجزامة، هاي هاي مثل مواد. هاي شلون سعرها حبيبي؟ شلون سعرها هاي؟ مليون؟ مليون و600,000. هاي هاي هنا عندنا خمس قطع، هاي تركية، خمس قطع شربايتها مفسخة، ميز تواليت شرباية. وهنا هاي شلون سعرها؟ 400. هاي 400,000. هذا كنتور ابو الاربعة شغل عراقي 260,000. وللمعلومة اللون يقدر يصبغ لك اياه اي لون تريده، شنو اللي ببالك يصبغ لك اياه. هاي هي وشربايتها 800 الا شقد؟ الا 25. حلو لك فدوى عمرك. واذا كنتور هيك خمس قطع، خمس بيبان العفو، 400. هذا 400,000. وذاك اول واحد منك 450. عندنا هذا 450,000. يعني اغلى غرفة بيش عندك؟ اغلى غرفة عندي والله ما متوقع، ما يعني ما كان لازم، ما طالع اذكر بالش اسمه كنتور بيبي. هذا يعني ايش كم باب يجي هذا الكنتور؟ كم قطعة قصدك؟ اي يجي تسع قطع. ذاك الكنتور مالته، هذا الكنتور مالته، هذا الكنتور مالته. شوف هاي تركية درجة أولى. هاي شلون سعرها فراس؟ هاي 1750. 1750. هذا كنتور البيبي، وهذا هنا هم كنتور مالتها، وهاي حبش كلاته هنا الزاوية. شوف هنا هذا مالتها، وهاي طابورية، وهاي مال الشرباية. تجي ويا هاي المقعد، هاي مال الشرباية مالتها. هاي هنا 1,300 تركي درجة أولى. تايرات اكو بالكنتور، يعني بسهولة تقدر تحركه. هذا الكنتور فراس، هاي شلون سعرها حبيبي؟ حبيبي هاي السعر مالته 1,600. 1,600 تركي درجة أولى. هاي هذا الكنتور مالتها، وهاي الزاوية، هاي تجي من قطع؟ لا حلو. هاي مثل ما تلاحظون كلش حلو.
هاي هم طابورية مالتها. وعندنا هذا شغل عراقي. فراس هاي شلون سعرها حبيبي؟ هذا يجي تفصال الشغل مالته، نستخدم شيء قليل داخل وخارج الصاج. النقش مالته كله يجي سوري. هاي شلون سعره فراس؟ هذا السعر مالته يجي 1450. 1450. وهاي البصفه من ضمنها لو ها حلو حلو حلو. هاي هنا تلقونهن يم فراس، وهم راح اعوف رقمه بالوصف اللي يحب يتواصل وياه. هاي غرفه تركيه مستخدمه درجه اولى. هاي الزاويه مالتها، وهذا الكنتور مالتها. قد سعرها؟ 1400. 1400 تركي درجة أولى. تركي درجة أولى مال الشرباية. وهذا هنا ميز توالية مالتها. غرفة درجة أولى وهاي سعرها 1,100,000. هاي غرفة درجة أولى تركي. ثلاثة سلايد. هذا ثلاثة سلايد. ديك الزاوية مالتها ومال الصفحة الدراور مالتها شاز لونه كامل. هاي مالتها وهاي وهذا ميز توالية. يا حبيبي هاي غرفة كاملة مو؟ نعم غرفة كاملة. شلون سعرها هاي؟ هاي الغرفة تحتوي على زاوية مستوالية اللي هي تبدي منه تبدي منه. هاي شنو هاي بالبداية؟ يسمونه أبو المسرح. أبو المسرح موديل جديد. وهذا المستوالية مالتها. وهاي الزاوية ارتفاع الكنتور. حلو ارتفاع واحد. هاي اللي بصفها مو وياها؟ هذا كنتور يجي أو السفرة داخل خارج الصاج، كل خانة واحدة يعني كيف الزبون شي اختار موجود عندنا. حلو. وهذا اللي هو كنتور، هذا الكنتور مالتها. حلو. هذا كنتور ابو شقد؟ هذا 6 ابواب. 6 ابواب. سيد هاي صاج كنا صاج لو صاج هذا داخل خار الصاج زين يعني شغل بعمل انه. والاسعار؟ الاسعار موجوده هسه بك اياها الاسعار. هسه هذا كنتور وحده، هذا لو غرفه كامله. غرفه كامله هذا كنتور وحده نقدر عادي يعني. شلون اسعار الكناتر وحدهم؟ يعني مثل هذا الكنتور هسه عندنا السعر مالته 1,000,000 دينار. 1,000,000 دينار. حلو. وهاي مالته مال الشرباية والزاوية؟ نعم هاي المستوالية. هي اضافي شرباية كوميديات احذية اثنين. الزاوية مالته تجي ذيك يعني السعر حسب الزبون اللي يريد. نعم نعم اي غرفة يختارها كلنا وسعر. حلو. يعني اعلى سعر تقدر تشتغل به غرفة بيش سيد؟ والله عندنا اشكال يعني اذا يريد يعني عندنا من الخمسة وجوه. من الخمس ملايين او جوه حسب الشغل مالتها. شوف هاي عندنا هنا هسه ميز تواليت هذا مال احد الغرف. وهاي هنا عندنا الكناتير. هذا كنتور. سمعت الاسعار مثل ما قالكم يقدر يسوي من 5 ملايين وانت صاعد وانت نازل همين حسب فلوس.